تقول: أفطرت في رمضان لمدة 5 أعوام ولم أقضي يوما واحدا لجهلي أو تهاوني، فماذا أفعل الآن؟ هل أصوم أم أكفر هذه الأيام؟ وتعلق تقول: يعني أيام الفطر فقط. نعم، يجب عليك الأمران، الصيام قضاء عما تركت من أيام رمضان، لأنها لا تزال باقية في ذمتك دينا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الإطعام عن كل يوم تطعمين مسكينا، مقدار نصف الصاع من الطعام المأكول في البلد، أي بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم، كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. نعم.